يسعد أوقاتكم. رح نحكي اليوم عن طريقة شراء الورود حتى نحطها في داخل الفازة. أهم نقطة هلا في مصدرين للورود، إما تكون المصدر من حديقة المنزل وبحيث أنك أنت تقطفي فيها وتضعيها عندك في الفازة. هلا أهم شرط في أنك تستخدمي الورود المنزلية هي أنك تقطفي فيها في الصباح الباكر بحيث أنه يكون الجو بارد. هلا المصدر الثاني هو انك تشتريها من محلات البورصه او من محلات الورود. اهم نقطه انك تشتريها من مصدر موثوق، المصدر هذا دائما يامن لك الورود الفريش المنتعشه. هلا برضه عند شراء هذه الورود راعي انها دائما دغري اول ما تشتريها لازم تحطيها في المي، ما تخليها تتعرض للجفاف او لاشعه الشمس المباشره. هلا في ستات برضه ممكن مجرد ما تجيب الورود الى داخل المنزل تحفظها في الثلاجه خاصة إذا كان الجو حار، فممكن تحطيها في الثلاجة فترة من الوقت على أساس إنها ترجع تنتعش وما يصير فيها جفاف ونخسر الورود. هلأ كيف بدي أعرف إنه هذه الوردة فريش وحديثة القطف؟ بطلع من الأسفل وبمسك أسفل البتلات بشد على المنطقة. هلا إذا كانت المنطقة رخوة وفضفاضة بتحسيها فهاي بتكون قديمة، أما لما تكون مثل هيك مشدودة فهاي بتكون الزهرة قريبة القطف يعني أو مقطوفة منذ وقت يعني وقت قصير. هلا من ضمن الأشياء أهم إشي إنك تجهزي المي، وحكينا كيف طرق تجهيز المحاليل في داخل المنزل حتى تحافظي على الفازة عندك فترة طويلة. أهم نقطة إنه نتخلص من الأوراق، ما تخلي الأوراق تنزل على مية المحلول لأنها رح تعفن. طريقة التخلص من الأوراق، منشيل الأوراق جميعها اللي في داخل الهاي، حتى الشوك إذا كان موجود في نبتة من الشوك بتقدر تقصي الأشوار بحيث إنه يصير التعامل معها أسهل. فهنا أنا تخلصت حتى من الأشواك، بقص تقريبا حسب ارتفاع الفازة عندي، بقص باخذ زاوية 45، زاوية مائلة مقدارها 45. لما نحط النبت الأزهار في داخل الفازة فقط تغطي من 7 ل 10 سنتي وليس مش أكتر، لأنه هذا بيعمل على تعفن الورود. النقطة الأخرانية اللي بدنا نحكيها، لما تكون عندي الفازة موجودة أو لازم أغير المي كل 3 إلى 4 أيام، كل 3 إلى 4 أيام بغيرها. اللي بدي أحكيه لما تكون عندي واحدة من الورود دبلت أو صار عليها لون بني أو لون أسود، هاي لازم أتخلص منها. ليه؟ لأنه هاي الوردة بتكون قاعدة بتفرز الإيثيلين، الإيثيلين اللي هو هرمون الشيخوخة في النباتات. هلأ الإيثيلين هو اللي بيساعد على نضج الفواكه. هلأ اللي بدي أحكي إنه الإيثيلين لازم أتخلص منه، ما أخلي الورود الوردة الدبلانة مباشرة لازم أتخلص منها، لأنها رح تفرز لي هرمون الإيثيلين ويتلف لي الورد بشكل سريع. فأنا مشان أحافظ عليه لأكبر فترة ممكنة الورود الدابلة لازم أتخلص منها مباشرة. إن شاء الله إني أكون أفدتكم في المعلومات. في نقطة أخرانية إنه الفازة الورود ما تكون متعرضة لأشعة الشمس المباشرة، برضو هذا بيساعد على إنها تجف وتفقديها وتخسر رطوبتها. نهاركم سعيد وبيتكم عامر.